خص غادي ندخل واش الحمايه الاجتماعيه ولا تعطي واش الملكيه خص خاص نعاونها مع راه خاص نشحن الشهر الماضي تخيل واش تجي في لو غير واش نشحن واش الملكيه باش تغلب باش تيخص يعني بنات الملك ماني غنفهم باش نرجع نمسح لانه جوج من الشهور مهم خص خاص نعاونها بدي سي الصفحه بس هو انه ديك الله كلينيكاس من الصحه يبدا يدور سهل الولوج وقدام الخدمات وفي ديال السيونسي سوال بين تير التصنيف ولا نخو يعني تعمل تاع خاص الله يكمل باش تروح تستمع مع ما زوجك يستمع مع الخوف تركز عليه ايجابيه ولكن عاود اني اجت السلبيه لانه الوزير ديال الصحه اللي تيتفق شي مرة في الصفا على شي مرة في سنخير غير النظيف ديال الناس نهار 34000 الخصص الكبير وعاد خاصة هذاك الحوار كنا تبني الاطباء بسنوات التدريس باش نجمعوا على المشاكل عندك على سنين كبير ولا بارا خوخ الزعنا على الخصاصي غانا نمشي غير نركز نشحن واش الحمايه الاجتماعيه واش تفرج نجم مشكل جون قبل وتمنى الاخوان هذا خصنا نطحن عاد كنا بقى تسلم انه غانغ لاني تاتي ديال الغوط وتاتي ديال الطبقه يجي الطبقه تروح تحت علاج دي بعضا توكلنا ديال جوج ديال الدروس ديال الوطنيه ديال ويلاد تظن غير نسمع على السيد وها على صدق كيمشي مازال مليون صحتي وغا بعضا ما تسيد هنا زعما طاشت فين عطو غانغش الطبقه الدواء ديال الكلينيكات وغانعالج الطبقه يبوم اللي فلان اللي طاح على السبيطار خو غزالينا ان شاء الله الطبقه يتصل المشاكل العادية اللي في وسط قاعدة الأمو وين غزالينا مش غير ان شاء الله التعامل في الطبقة المعارة باش غادي يديشتش معارة تم يكون مشكل كبير ثانيا عاود هو خص المراكز الصحية تصور الدولة مش خاص تصور الدولة المراكز خطوة اللي غادي نتأهيل ديني ولا تاخذوا شنو النموذج ديني وزنو زنو ديني وزنو غير شنو الخاص تصط وربدا الجواب كيبقى انه يودس الخدمات قوت سن السبيطار الحسن قوت سن مع انه من ديس الحسن بدا مثلك شنو كان الحال الى جبت تجربه غير تجمع التفاصيل انه رد في كل شخص السبيطار خاص قال ولد الدري واش وكاين اسم مستجلد وقد يكون من يعود تجمع الاغنيه يعني كل مشكل ما يتعرفوا نغدي القدس بنغان كمجتمع مدني عندنا كمجلس جماعي في تشيا خو مي غدي نير شو التصور المغنيه مي غدي نير الخريطه الصحيه ديال الوزاره حتى ما تخشى من الحوايج ودي غادي نسقسي ديال هادشي كاش كاش السلام عليكم نتشكى سيتي غادي نعطيك كثير الله الفرصه الى الشيء باش نبرق ان شاء الله باش نزار مشكل الصحه بالبيئه راه وصلنا ونشكى الحضور الكريم كيضيف الله اول تدخل له نقطه نفسها في دار القصف وهو ضوء شبكه الجمعيات المدنيه الشيء كيجي الوقت لحظه كيجي الاجتماع لتشكيل شبكه اللي تدخل له شي وقت مليح اللي خاصنا نوزتي واش لي جموضه باش نجي الشبكه بصفه نير غاب الغيره نزول خلق الشبكه يعني باش المجموعه الجمعيه ديال جدي الاحياء هذه اللي اجل اعمال مشترك باش ليس تغيبه وليس الدرس النقط السوداء ديالنا انجج الحملات ديال الاحياء وما ادراك ما الحملات ديال الاحياء ولكن اظن انه في النهار خاص الشبكه والاخوان قيد الحضر سألوا من جد نهار الجمعية يجد الأحياء ما تدور الجمعية الأحياء هذه جد نقطة النقطة الثانية هي دور الجماعة المسلمة بالنسبة لإنشاء قنوات الصرف الصحي من شارج الأساتذة أنه البيئة تراجع دور القرار في منع انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض، وما على ذلك. فنشين غنغر على الأحياء دابا بزنغة، أعطي مثال
الحي اللي في الطرش لو دغى الجامعة مزرغان على البلدية كل 1992 تقول 1992 النهار كنظن بأنه في 1932 1932 سنة مازال شي عاد الصف الصحي غادر عرفتي حفراو كل شيء كنعطوها قال الله انت بدات تدرس كيتعرض للصف الصحي ديني لي الطال كرزا ديني لي الطال غارق اخزار سكوا يدي عجول غا وزغل غا الطريق الساحلي هذا مازال عاد الصرف الصحي تكبى ذلك اين دور جماعه زغلان ذي انشاء مجاري الصرف الصحي وادي جو الطرف شي طربي او طربي او طربي دي مجموعه تاع الاخر وخاصهم الصرف الصحي ذا نقطه استفهام اين دور الجماعه مع العلم انه حاليا ديني جو المشروع تاع بدان دايز العمران استعدون الصرف الصحي كاين القنوات المشروع يبدا وهاد السيمه ديال المشكل اللي بني مازال المشروع يبدا في الكوبري النقطة الثانية أو الثالثة هو تنزيل الاستراتيجيات الوطنية من طرف الوزارات. فنسمى بأنه شلنا الأساتذة مش مجموعة عن الاستراتيجيات كل خمس سنين أتس الحكومة أنا قلت شي جن المشروع يجن الاستراتيجية أتس الحكومة النغنية أتس وهذه الديمومة ديال الاستراتيجيات انتم تقديمين أتس الحكومة النغنية خاص الزايد في جميع الإدارات كل شيء اللي تزدي قرش نشتغل حصة زي خطي النوري نشغل الأولويات ده غير الأولويات بها دونك ذي ديك شيء تسن بأنه الحكومات اتنبذ أخذتي صنع ديق الاقتراع وصنع ديق الاقتراع السلمة مش عدو السلم بأنه بين انتخابات أحزاب وزلوخ المقاعد وها والزلم هو الأشخاص كوف ذا الأوتوري جن كوف يغي قاعدة يغي مثل الحزب ديال الحكومة يغي نزل المشاريع يخفي السيول في وعدك الدور الحكومة البارة هو المقاعد البرلمانية هو الحقائب الوزارية كل شيء يقتل ما أعرف الناس هو السبب الجين أنه الشيء ديال المغرب أنت عايش ليش تقهقر ولا نيش غزة لا متعقل غزة شي ستغدي الحكومات الوطنية راس الغيرة تو غازتي ويقيم شاب هذا الوزارة تقرب الزاد يعني ما يقع في الاقتصاد الوطني واشكر اخي ينطبق هذه النقطه من تخفيض الضريبه على القيمه المضافه كيف يعقل انه الدوله الميزانيه الدوله تدي من بين المداخيل المسؤوليه الضريبه على القيمه المضافه تدي تمول حتى الميزانيه الجامعات المحليه نص نهار نخفض اي نخفض الشركات الكبرى نشتي كمواطنين نتأدى الضريبة على القيمة المضافة في جميع المشتريات بلا صغير تحت ثلاثة من الشعر خصها تفقد الضريبة على القيمة المضافة دونك تأتي التساؤل كبير عن الناس اللي كيمشيو للبرلمان اللي كيمثلوا الأقاليم واللي هما اللي كيشرعوا لأن البرلمان هو منين كيخرجوا القوانين فوق القوانين ما ناس كيعرفوا شي شطار البرلمان هو يغرب هو لا مستوى دراسي لا مستوى علمي لا حتى شي حاجه من غنتظر زي البرلماني بس قاعد نغزي المرشحة بس قاعد غادي يصرى شي الكارثه غادي راح يكسر الامتيازات يقتل مآرب الناس دونك ذا الدور الوكيله دور المواطن يخاف يصوت يمشي للصوت المسؤول الا يجي الشهاده للزور تا الشهادة خصها تغيا الواقع ديالو ديال المغرب خصها تغيا زي الانتخابات المحلية حتى الانتخابات البرلمانية يخسر أن يختار إنسان مناسب في المكان المناسب هو تتعقب الشبكات غير جمعية الأحياء هذا هو الدور جمعية الأحياء جمعية الأحياء كل جمعية ديال حي الناس سني لا غادي يجي مواطن صالح يقدر هذا غادي راح هذا غادي يسول غا جماعة المحلية اللي غا البرلمان يخلي غا يدافع المطالب منه دونك بلا شي واحد كيبغي الدورة ولو عايشة يودانا يتصوت ست مليان ولو عايشة يودانا يتشتي الصوت زي لقى يكير عار يكير عار ما يبقى لي كير مش لقى غا يدير القرب الوسطى غادي يكير عار وكملوا الخطوة
نيوض غنشتري خدمة الإسبيلا لا من بين المغني تبغى يشارك في الحملة التنزيل الناس طوال نشي نجي مجموعة مخرجات دي وجدان دي كاسي في توريب دي النظر تو غادي يسيو ذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يسيو الأفراد باش نستفهميو ذا كيش الجلسة دي كرسيف تو غادي يسمي ايش السيدي كان يمشي ايش الميزان خميتو غير نلخو عاد مع خا بالنسبة للتمويل انه تو غنبدا شي شهر في الوطن كان يجي نسيدي الناس جوج اقوم باش قاسجل قد خلقاس الى سابقوا في سيد العمليه اللي 70 الف درهم 7 مليون فرنك 7 مليون فرنك الناس خصني شي عدد بسيط ذا من خسادين هو انه التنزيل الظلامه قد يجي الحجم بالنسبه للدوله كيفي باش تكس ضعف اللي توغى عدم القدره نيوذان البسيطين باش يحتاج غايز بيبو لي غا المصحة باش يداوي خفيف ذا يجري الثمن البسيط نوز دي التنزيل الناس انه واحد يحط تعويضات لا عينية تعويضات حجاج ما يجن يزد على حساب خو على حساب خو لي يجن ما يزد يتصنفو ديرو لي تخكس 10000 ديرو لي تخكس 15000 ديرو لي تخكس 25000 كل يجن على حساب السجل الاجتماعي زائد ما غاديش تقص 15000 غادي شهر غاد تعويضة العائلية غادي تقص 300 درهم وحنجاج دونك قد يصير تيليزات الغالية عاود خمي نتصور خلابو نتصور بأنه ديال لي عمل يجن عمل 200 نهار بغا واحد يشخص واحد يشق عام واحد يشق شهرين واحد يشق كذا غادي يبقى يهرشل دونك خصنا نعاون مرة على السلطيطة صافي واش 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 السلام عليكم عزو خوم زوار القدير مع الرؤية بتنغسطية يعني تاكيد مش تقدر نرجع كثيرا كنا بني تاكيد مجموعة الكريم نش كفاعل جمعة وكرئيس جمعية عشق ديار الإسبانية وخاصة في كاتالونيا وبالضبط في مدينتنا الرصاص على الحدود الفرنسية الزوغ بغيناتشين هم بكرجك تحقيق هم سعدكم مغالطات وما تحشق ويويا تناقشنا على عجبين حالة الدس تناقش جيشنا عن مقدمة عشان يفعلوا ذي المعنى بعيزة هو أدو معاوضة جديدة انت عيش الشيء يعني دي كاتالونيا وخاصة دي كاتالونيا ما مش تسل الدس نيوزان إيها جانس عيدكين غون الكاروية يوظن دي مي وعاصم بوشوار ولكن في حالة عاصم تيري الشهجة السخنة قطرونا نوها يتيري غاصم الصغاصة بالصحة أحديك دوا بطل هذا حديث سوء دواء الصحي ولكن حديث سوء يضوي البطل مرة ما يدزي خسر مرة ما يدزي تهمة أثوي ما يمع في حالة بلدي من شان حشد عمقا ما غاز تسهيري كوبتين التسير هذا هو غاز بيت عروقا وغارسي وما غاسي قد يسكن دواء خلع مليئة دي كلف 200 مليئة ويتخبجي طول الفريق دم الزوارو سنت أتصال بعنوني أتصال كنوني واتسكسي ماذا مصر مدارونا ماذا بعشر ماذا زيزم ماذا زفاق تهمة الإنسانية شي ودري حول لي كل ما راه جرى من راه تاكيد ما راسي تجري بس اللي تاكيد وها زملاء قالوا يا غاسل ملي حاطه فسو ورقو زعما زعما ما بدا يعيس هذا الشخاش زعما ما بقاش غير نوا ام توقع صدق ديجا لا هي ما هي القسمه الاولى يعني مره من ميستين جنسيا تمغرا باش تدري تاكيد يعني خاصها غاسل الصغار نص دي الصحه الدوله تدي غير الفلفل سمعنا ولا غاس الحق راح يستعدوا يضرب يبطل وفي حالة ما راه غاس قاسي 65 سنة غاس الحق حتى اللي في الوقت غادي يستعدوا ما غاديش يتمنى يرمي يروح ماشي ندير مرا غير مار غاس صغار مار ديال الصحة ما مش غانش صغار مار كبر تصل في الصحة شي وحده وحده ملي تلقى شي حاجة ديال داكين مثلا ناقص الصحة المغربية يتطلبوا الله تاع سكوي الصحة المغربية من اللي غانبوا غادي يتعلموا ولا نتشي يواد الحكومة هي مرتبة على سير الغيرة الشعب جنس لأن المركز على سير الغيرة الشعب جنس حكومة الدول مرة ويهرشن غير ميت على شن حاجة أنا وغاربة إحصائيات بالضبط مثلا خمس غرام شحال يصير السكر ولكن مع الأسف زي جنس في طابلة عبدالله يصولي بالضوار هو السحيرة السحيرة يعني يتقصور غدا خصمنا وما بالك
سيوم شن حوايج يعني شن دخلز عنوان غاري توحسب القارية ميمين ذي سيدو بس ما سيدي مدينة السيدو تزمد الدليل أزمد القارية تزمد واد من ريو سيدو السلام عليكم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكاترة الباحثين. ذكر الأستاذ محمد بوالعيون بعض المحطات المجال الصحي من مخططات إلى استراتيجيات إلى وصلنا إلى الدستور 2011 على مستوى النظري شيء يفرح حتى إذا دخلنا القوانين كنلقاو قوانين راقية جدا ولكن على مستوى التطبيق نجد فرق كبير وكبير جدا. ذكر الآن السيستيتو تخفيض القيمة المضافة على الشركات الكبرى يعني لك الدستور يعطينا الصلاحيات كذا علاش يخفضوا القيمة المضافة على الشركات الكبرى يعني هذا ذكر الإخوان أن المستوى الدراسي الجامع رئيس الجامعة كان بكالوريا وفي نهاية الدولة حنا بغينا من بعد نقولوا له للرئيس المجلس الجامعي خصك دير مخطط التنمية وما قاريش هذا الابتدائية وما عندكش دير لك مخطط التنمية ديال بمعنى أن كان واحد التناقض داخل المقررات والمجال التنفيذي على مستوى الصحة الآن أزمة غير حنا كنا السؤال سي عماد دابا واش المعني يعني المعتمد هو خدمة الساكنة الكثافة السكانية أم أن مسألة القرب دابا القرب المنظور مستشفى واحد كل شيء كيجي واحد الآن لو دار مركز هنا في سنغال مركز في بني شيكار مركز في نيسار سيخفف الكثير حتى الدولة غادي تستفد زادوا الآن هذه القضية ديال الديجيتال هذه ديال المواعيد واش بلاد كيموت تعطيه مواعيد ديال 6 شهور ويمكن تضغط عليه واش يسمع ولا ما يسمعش يعني هذه إشكالية كبيرة عندنا خصنا حنا كنحاولوا نديروا ولكن كاين عراقيل عراقيل الدولة ذاتها القانون فيه ثغرات ما كيعرفش من جهة مجال مفتوح ولكن عمليا كنلقاو إشكالية كبيرة رجع إلى زمغان على مستوى البيئة كان مظاهر خطيرة في زمغان كتهدد وشحال فاعلين جمعويين ضربوا من بين المشاكل اللي عندنا هنايا عندنا مشكل ديال الفيضان إذا وضحت الشتاء بشكل قوي راه كان البلدية كيديها الوان واحد المرة دخل لهم في قاعة ديال الاجتماعات ورون كل شيء كان مقترح ان يشوف شي حل يديروا شي حيط ولا شي يحول ديك المياه الامطار السعوديه لا حيط اللي بتولي عندنا مشكل هذا الشيء كيأثر على الصحه مشكل ديال التصحر التصحر من عهد الاستقلال لم تغرس شجره في الغابه مع ان هذا الشيء عنده التاثيرات ديالو على مستوى الصحه ديال الانسان الحرائق واش يعقل تنشأ حرائق في أزغنغان ونتسناو ليليا اللي هي الصبيون يجيبوا لنا الطيارات باش يدخلوا لنا هنا أزغنغان يفتقد إلى الوقاية المدنية واش هذا واش هذا ما هذا ماشي كارثة هذه أبسط الأمور اللي خصها تكون في البلاد الجامعة أنا ما كنتظلمش حاجة عارفين من كاين إكراهات كاين ولكن كاين وسائل اللي ممكن نخدموا بها المجتمع المدني خاصة في الصحة هو كاين مستوصف هنا بالعمال كارثة كارثة هذاك ما نقدروش نديرو بها في الجليد هي الأحمر يديرو ولا شي يزيد كولي باري ولا ترجع لا بلا يعني ما كاينش واحد السياسة جادة من أجل تطوير هذا القطاع الصحي كان بزاف ديال الأمور باش ناخذ الكلمة الإخوة نشكركم ونتمنى التوفيق إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بداية أتقدم بجزيل الشكر للإخوة الصاهرين على هذه الندوة إن
المباركة وللمشاركين والمقدرين بهذه النظمة. كما قال الأستاذ بولايو في البداية، ننتقل وننوه، لا نبخس الناس أشياء. فإذا تذكرنا جميعا، سياسة التلقيح أعطت النتيجة في المغرب. إحنا كنا ندرس في الاجتماعيات في بداية الاستقلال، كانت هناك كثرة الوفيات في صفوف الأمهات وفي صفوف الموالد، لكن مع سياسة التلقيح والحملة التحسيسية التي كنا نواكبها في الإعلام الرسمي يوميا أعطت النتيجة، وتم القضاء على مجموعة من الأوبئة ومجموعة من الأمراض. لكن الإشكال في عدم استمرار السياسة، هو المشكلة. نحن دائما نقول في التعليم وفي الصحة يجب أن تبقى الأمور مستمرة ولا تغير بتغير الوجوه السياسية. فالإصلاح التربوي والصحي أن يبقى هكذا. دكتور عماد، سي عماد ذكر مسألة مهمة. هل تعلم أنه كان عندنا في المغرب رؤساء جماعات دكاترة بصيرة ولا يستطيعون أن يقوموا بأي شيء في المجال الصحي متعلق بجماعتهم التراثية؟ مثلا أنا متفق معك أنه يجب أن تكون هناك عرائض وترافعات قوية وتدعم إعلاميا، يعني بجميع الوسائل. أنا متفق معك في هذا. نعطي مثال، أنا كرئيس جماعة تقمص شخصية رئيس جماعة، ماذا بوسعي أن أفعل؟ لاحظت مجموعة من الأمور. غياب طبيب لا يقدم المركز الصحي، لا يقدم خدمات صحية. أقصى ما يمكن أن أفعله أنا هنا أفعل الاختصاصات ديالي. ماذا أفعل؟ أستعين من ذوي الصحة، ربما أقوم ننجز دورة استثنائية أو عادية، نطرح الأسئلة، ويعني ربما وتعرفون جميعا السياسة المتبعة وكأن حاجة قضيناها بتركيا. قد يأتي حتى هو معلومة دول قد يجي ويبكي عليك، يجي حتى ويبكي يقول لك حتى ويقيتل. نقول له مجموعين، هو يقول لك الإكراهات، رئيس الجماعة يقول لك الإكراهات. أنا متفق معك وهو وقت إيجابي. أنا أكون صريحا مع الجماعة، قمت بالمرافعة، استدعيت منده وراسلت الجهة المعنية، والدليل هو نسخة احتفظوا بها. أقسم أعطيكم مثال، هذا الواد اللي هضر عليه السعر، أنا شخصيا 8 ديال الجماعات أنا اللي ديت العريضة السيد العامل اللي هو وزير التغذية. عندنا واد حار، واد ديال الشركة الصحية بجانب قادوس ديال الماء الصالح للشرب، وصلنا وفي عز إنجاز الأنشطة. مش تعرفوا شنو هو الجواب اللي قال لي؟ قال لي أنت عندك الحق تحط العريضة في مكتب الضبط وسير بخير. يعني الأمور الآن يعني إشكال كبير. هذا الورش اللي جبتوا الإخوة يعني يجب أن نتلافى، هذا مسألة مهمة، ولكن نصطدم بهذا الواقع. فسهول القوانين و يعني بعض القوانين الخاصة بالصحة مهمة جدا، ولكن كيف نفعلها؟ فأنا يعني أمر بمجموعة من المساطر القانونية أتبعها. ولا أختم بمسألة مهمة تتعلق بأن الموضوع بعنوان كان مهم والذي شوقني في حضوري هو الإكراهات البيئية. عندما نتحدث عن البيئة يجب أن نستقبل أمور كثيرة. أنا أتحدث فقط عن الوضع الحالي، الشبكة الصرف الصحي، فالمجال غابر مشكل. أزمة الغانا تعلم بأنه عنده مخطط ديال حماية المدينة من الفيضان، عنده مخطط ولكن لا ندري أين هو، أين وصل. مسألة أخرى ذكرت مسألة ديال المحطات، مسألة مهمة جدا. نحن في جمعيتنا جمعية السنابل جبنا دكتور متخصص في جهاز التنفس وتحدث عن خطورة المحطات الطرقية، التاكسيات ولا الكرام ولا بتي تاكسي ولا في وسط المدينة وقرب التجمعات. مثلا نأخذ بزمان قرب المسجد وفي وسط
المدينه. وفي تشاور مع طبيب ديال الاطفال قال لي بانه اكثر كما قال اليوم اكثر الامراض التي يتعرض لها الاطفال هي بسبب هذا التلوث ديال الجوع، التلوث واترك الفرصه. مجال الحاج سي بودات الفنوع من اجل التفكر فيما يخص مثلا مشكله ديال الكبير، كاين زعما قلتي بان الجامعه يعني ما بامكان طريقه الجامعه القيام به يعني استعد في المندوبه مثلا ولا في الاخر، حين اننا نعرف ان مثلا في الجامعه الاخرى ان مثلا في يعني في الاقاليم الاخرى يعني هنالك تنسيق بين المجالس الجامعيه بين المجلس الاقليمي ومجلس الجهات من اجل ابرام تعاقدات مع اطباء مثلا اللي مثلا مازال موظفينش ما كيشتغلوش يعني باش غير في توجيست. انا خدمت تما بين 2003 و 2010 مثلا السيد العامل مع المجلس الاقليمي مع داروا تعاقد مع ممرضات اللي خرجوا من واحد المعهد في المجتمع وبهم شغلوا كاع المراكز الصحيه اللي كانت شاغره في توليد منهم المركز الصحي ديال كرجنا. والمساله ديال التلوث على مستوى المدينه من الصلاحيات ديال مكتب حفظ الصحه مثلا ديال البلديه، وكاين اجهزه اللي لا يتعدى ربما الثمن ديالها 1000 درهم ولا 500 درهم بامكانها انك تقيس بها نسبه التلوث اللي كاينه في المدينه، لها نسبه الرصاص ومجموعه ديال الملوثات البيئيه اللي تعرف لها الحاله ديال الرقم، يعني باش تاخذ التدابير اللي ممكن. الان واحد الكلمه للحاج سي بودات. اولا نشكر كثيرا فرع زغام لمنظمة حقوق الإنسان، خلنا النشاط يكون نهارا، ثم كذلك نشكر الإخوان المشاركين للمناظرة وبالخصوص الدكتور بولعيون يتوغى في صلب الموضوع وتشمر معطيات أرقام تخص مشكل الصحة ديال المغرب ككل وأزغنان كمثال وذوتها الموضوع مدوى، لكن للأسف أنه الأمور تحولت. دكتور أمريكان يروح يتحمل سجن الشكل في الجامعات ماشي لولي، واش ذا لست لأدافع عن الجامعة، أنا هنا كحاضر لأستمع لهذه الدول. أولا الإشكالية من رؤساء الجامعات المحلية اللي سمنا الدكتور أمريكان ويروح بلغة القوانين الأحزاب السياسية للمغرب. إن الإشكالية يتعيش المغرب لمشكل الأحزاب السياسية ويتيش التزكيات يمي غير شحال وما الأحزاب السياسية ومن يتعمد باش نربحو خلاص وقت فقط في الانتخابات. إذ كان الدكتور كذلك الميثاق 78/00 الاصدار ديال 1976 لم تكن هناك إشارة واحدة باش يرين الرئيس غاسر بكاري، لم تكن هناك إشارة. اسمع أثناء الميثاق الجامعي قال الدكتور ثم كان مشروع بعد 78/00 تغادر تشترى تلك خصها سيري البكالوريا ولم يكن للقانون تغادر انه سيتوفر خ البكالوريا. اكيد اشكاليه تبقى اللي تحمل الاشكاليه تحمل ثلاثه الاحزاب السياسيه يتم يعني السيارة وتشاركا في الحكومه. بالنسبه ربما الدكتور يسمح لنا سورك بصراحه ربما وتبع له مزيان الجامعات المحليه قوات السنان من يتوقع وكيفاش تعيشت الجامعات المحليه. الجامعات المحليه تعيشت الاكراه بالخصوص الايام الاخيره تعيشت اكراهات كبيره جدا ومن يتحمل المسؤولية الأحزاب السياسية في البرلمان إلى مجال في المغرب.
نحن سيور بعض الأمور أحيانا نتيري الرئيس ونسبو بكالوريا ربما تفتح سنسكيج من دكتور تفتح سنسكيج من دكتور. المشكلة يا يعني المرة أنه مع الأسف التربية باش نديري ذا سياسي يشارك في الانتخابات يخصد يعيش ويتربى داخل الأحزاب السياسية للنقابات باش هذا متشخص أشخاص مؤهلون باش نديرين يتمثل الجماعة من يريد أنه ولكن من هي وغنشا للأسف من هي وغنشا في التقاليد بخصوص لزندين كلمة. ثم بعض الأحيان قال مثلا الرؤساء بعض الرؤساء قوانين هني كنا مخططات قد تويد مكاتب دراسة هني تقول لي باش كنا مكاتب الدراسة سي عبد الوهاب لنا التعاقد التعاقد ما يمكنش يجي الجماعة غاسم الحق القانون لا يسمح لها بذلك مكتب حفظ الصحة تعيان دايس أربيب ولكن باش يمكن التعاقد في الطبيب هذا من اختصاص المجالس الإقليمية والعملات وليس الجماعات المحلية. سريديش الصديقين مع الأسف وغمج الإشكال على أنه معظم المواطنين والتنبيه المجمعات الإنسان المحلية وتشريكت بو داخل وحطة بو داخل الدورات باش تسند ملي توكان ثم كانت قلب ضغوطات العرائل الى الجماعات في واد المجتمع في واد الجمعيات في واد السورخ الصديق خصها في الصحي والسورخ العمران غير باش نصحها فكره ونجيبو مشروع العمران المشروع العمران كيلومتر دوبراج هي الجامعة ماشي العمران العمران فقط تتولى باش تخدم المشروع هذا يوقع ليس مشكل فعلا لأن المشروع تبغى تمشي في الجامعة 13 مليار و 200 تمشي في ديس بريدة ديس واد الحار المشكل من واد الحار خصنا نسيرو بكل صراحة مشكل الحر الإقليم الناظور مشكل هيكلي مشكل عام لأنه يمكن مشروع من 100 مليار و 20 مليار كين كارثة كين كارثة وحطرت المحطة المعالجة يتجندي تاويما وتجيبو محطة باش يمكنها تستوعب لان احيانا الدراسات تقدر تعقد مكاتب الدراسات تقني بعض التقنيون وشي مشكله يا غنى بالنسبه لواد الحار تكن شحال يمكن ان يستهلك يجي المواطن وما ان بناء من مارد كان يجي الدراسه شحال من الشبكه غنغيرين المحطه المعالجه شحال سايله شي غنجم اشكال انه امن نوزع ذوات الحال تويثن في جنة قدس للجن ومرة سريم على انه بعض الاحيان تقن ربع اثنين مريك تخص ومن تفقن غبار نتيجة من الضعف الدراسة او من تود الفكرة سنجد الدول الأوروبية والدول المتقدمة هنا ناس مواطن حار وحدس أمن المنزاق وحدس الشيف وغامي الجيشات للأسف أنه من دوايا كان من المفروض يحضر الجن رئيس الجماعة أو من ينوب عنه ليناقش وأن يبش وجهة نظر ذي الموضوع. أنا هنا لست ممثل البلدية وعلي نواق لست منتدبا من طرف الجماعة لأحضر في هذه الندوة أنا من بين الحاضرين من بين الحاضرين الموضوع شائك الموضوع له جوانب قانونية اللي كان من أصلها الأستاذ أمريكان مع كامل الاحترام
هذا سيتطرق ولكن يتطرق لجوج الجانب ظل مزيان تبات شويه الواقع. نهار مكينا الاستاذ سي المرابط نهار مرانا نحن حضر القوانين والدكتور السلماني يقطع الزيين مزيان نهار يمكن الامور عقلت اكثر من 100 دولار في مارس 76 القانون التنظيمي 78 صفر صفر مرات روح لقى ممارسات دوينا تفد اقل من ذلك. نتصور على انه جماعه المحليه غصبنا الصحه غصب التعليم ولكن انا خدمي هضر حاجه غير الميزانيه تقيس تفد الصفر درهم للميزانيات النيل حتى احيانا باش تقدم بعض الخدمات او بعض الاخر لدينا التحايل او بعض الاخوان او بعض المواطنين تساهم باش كما تحل المشكل مي يترين قائم في شان المؤسسات العلميه او المستشفى او غير ذلك. مع الاسف المداخله تزيرت قريه تصميم الميانين ولكن اكتفي بهذا القدر. القدر دكتور بالعيون دكتور الغام دكتور بركان سيدي الاخر شكرا لكم واسمحوا على هذا الموضوع. حضور السادة الساهرين على هذا الدواء ونشكركم على المعلومات القيمة اللي أعطيتوها لنا أعطيتوها لسكينة أزغنغان وعلى هذا الموضوع الذي يهم الجميع لأنه موضوع بيئة وموضوع الصحة. بالنسبة أنا ما غاديش نعاود داك الشيء اللي قالوا الأخوة لأنه فيه كفاية كنشكرهم على التدخل ديالهم. المشكل ديال التيمورات راه معروف إن التمرات كيدوزوا الفرشة المائية، الفرشة المائية كيشربوا منها الناس بالتالي كاين واحد الأزمة. هذا خصو يتعالج وهي مسؤولية الجميع، مسؤولية الجماعة ما خصهاش تمرس المسؤولية ديالها، مسؤولية المجتمع المدني اللي خصو يدير حملات تحسيسية وتوعوية باش يحارب هذا سميتو مترافع حتى هو عنده عرائض عنده طرق مختلفة باش يترافع إلى ما قداش حاجة في الجامعة اللي كينتمي لها يمشي للعامل الإقليمي، إلى ما قداش حاجة في العامل الإقليمي يمشي لسميتو الوزارة المختلفة الوزارة المعنية المختلفة. المهم أنه الساكنة ما تبقاش متضررة ونرفعوا الضرر في هذا المجال ديال سميتو ديال الفرشة المائية. الثاني هو أزغنغان يفتقر إلى مناطق خضراء، لأن المناطق الخضراء كتخفف من هذاك من هذاك التلوث الجوي. راه كنشوفوا الدار البيضاء مثلا لفاسات ديال الشوارع ديالهم كحل، وكنتخيلوا كيفاش الريه ديال الناس في الدار البيضاء كيفاش غادي تكون كيفاش غادي تكون كي شنو هما لي كونسيكونس من بعد. داك الشيء طرق الاساتذه بلا ما نزيدو ندخلوا في التفاصيل. المساله ديال الصحه أزغنغان غادي يكون واحد الموقع بحكم انه اقرب مدينه للمشروع الملكي الجديد اللي هو ميناء الناظور الغرب المتوسطي غادي يستقبل الوافدين المحليين الوافدين الوطنيين وحتى الدوليين. الاف ديال الناس ديال العمال اللي غادي يجيو يخدموا هنايا اللي غادي يجيو يستقروا هنايا في المدينه. خصنا مستشفى بطبيب قاع ماشي 2500 خصنا طبيب قاع وهذا غادي نترافعوا عليه وراها مسؤوليه الجميع. حنا ما كنعملوش مسؤوليه الجماعه وبوحدها ولا المندوبيه بوحدها ولا المجتمع بوحد المدينه بوحدها. كلنا مسؤولون انه نجيبوا الطبيب، النتيجه هي نجيبوا الطبيب ومستعدين نترافعوا ومستعدين نراسلوا الجهات الماليه وخاصنا نراسلوا ماشي غير نهضروا صافي خاصنا نديروا ديزاكسيون اللي واقعي اللي بالمؤسس وما نقولوش بانه ما عندناش الحق. دابا كاين 34000 نسمه تقريبا ما تحسبش على المدينه ديال زغر، تحسب على بني سيدان، تحسب على بويافا راه بعيد على الناظور. والناظور ديجا المستشفى الحسني ديجا فيه خصص في الموارد البشريه، ها هو كاين خصص في ليزانفيرمي
سميتو المستوصف ديال العمال تاعو فيه خصاصة في زانفيرمي، الطبيب ما كاينش القسم الوين، ما كاينش قسم المستعجلات، وكنطالبو المهم كاين مشكل، كاين مشكل حقيقي اللي خصنا نترفعو عليه، وكنشكر الجميع وشكرا جزيلا. كيعملها الانسان، ولكن ما كنشوفوش المعيقات اللي هي داخل المجتمع اللي كتحوز ما بينه وما بين الاجمال في المجتمع، وهذا بالضبط كان طريق على مثلا الصحه، يعني كنشوفوا مثلا يعني ما كنشوفوش المعيقات اللي داخل اللي كتحول باش الانسان يستافد ذاك الحق ديالو، وهنا ملي كنجي الحق على انه دائما كنبنيوه في المقاربه الاحسانيه، كنبنيوه في المقاربه الحقوقيه، وهذا هو بيت القاسي، يعني ملي كنقولوا المقاربه القصيره المقاربه الاحسانيه، يعني اي هدف كنمشيو لها يعني تقريبا كنقول كيما ما عنديش ولكن غادي يكون فيك الخير، يعني هذا هو العموم اللي سمعت، ولكن ما كنشوفش حتى انا هناك حق، انا جيت كناخذ حقي، يعني هذا الحق كيفاش كيتلبى؟ يعني كتلبى خصها تكون مساءله، خصها تكون محاسبه، مساءله تتبعها المساءله، المساءله تتبع المحاسبه، وبالتالي انه هذه المحاسبه هذه كيأثرها القانون، وبأن القانون المغربي هنا مفتوح، بمعنى مفتوح أنه يمكن أول عدة تأويلات، مثال بسيط هو أنه مثلا الأستاذ طرح فكرة في المجال هذا، هو أنه ذاك الإنسان اللي كيتاجر في المخدرات، كيقول لك إذا كان كيتاجر يعني يحول للمؤسسة السجنية، وإذا كان كاين مستهلك يحول للمؤسسة العلاجية، وبالتالي اللي كيجيو هذه المسائل هنا هذا يهضر هذا القانون الحقوقي، هنا كنقول لك كيبقى ذاك القرار في ذاك اليد في يد ذاك الشخص اللي ما بين يديه ذاك الملف، وبالتالي انا هنا ملي كنجيو للصحه مثلا انا ملي كنمشي كنحقي ما نلقاش غادي نتاجر، يعني القانون دائما غادي يخرج لي انا خارج الاطار ديال حقي، يا اما كنبيع ذاك يا اما كنبيع لي ذاك الحق ديالي بالمقاربه الاحسانيه او لا اسمح لي انا ما نبغيش، ولكن فين تمشي فين تمشي، هذا هو النقطه الاستفهام هذا في يعني كان العلاج كان بالنسبه لي وكان في القانون انه خصنا تكون دائما مساءله ومحاسبه، وبالتالي هنا يمكن نديروا الحبر. السلام عليكم. هذا المهم العصبه ماشي العصبه المغربيه الدفاع عن الانسان كتقدم في طلب السيد المدير الكبير للصحه، يعني باش تحضر هي ولا تصيفط شي واحد من الممثلين عليها الحضور في هذا الموضوع. اما بالنسبه للمجلس الجماعي فهذا الموضوع هذا كانوا بعض الاخوان تقدموا بطلب مناقشه موضوع الصحه والبيئه في اطار فعاليات واحد المجلس الجماعي، الا انه تم رفض ادراج هذه النقطه هذه في اطار البرنامج ديال الرفض، وهذا الرفض
ربما كان من الاسباب التي دعت الى ان ينقل هذه النقاشات من فضاء مجلس الجامعه الى الفضاء العام، يعني وناقشوه في مجلس الجامعه. الان الاستاذ سي ابراهيم الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا وصول الاساتذه المؤثرين لهذه الادوار. كما اشار الدكتور عبد الوهاب انه استدعينا السيد المندوب ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بشكل رسمي، وكذلك حتى السيد رئيس المجلس الجامعي ديال ازغرز، بالخصوص انه حنايا اليوم خصنا نسالوا واحد السؤال ديما نطرحوا، واش كاينه واحد الاراده سياسيه حقيقيه هاد الفاعل المنتخب باش اننا نترافعوا على هذه المدينه اللي نكونوا، لان حنا كعاصمه مغربيه دفاع حقوق الانسان بشاره، حنا نسبق لنا ورس لنا السيد وزير الداخليه بخصوص احداث مركز الوقايه المدنيه بجامعه الزرغان، وكذلك رسمنا السيد العميد بخصوص النقطه ديال الصرف الصحي والمرض، فقط التمسنا كذلك واحد التقرير ديال التنميه السيد العميد انه باش يدخل، لان في هذا الشيء ديال اتفاقيه ديال شراكه العمره باش يخلينا كنقول انه انا يعني العام الضعيف والرؤيه ديالنا اننا اليوم حنا كعصبه اننا كندعيو حتى المجتمع المدني ديال مدينه ازغنغان اننا خصنا نحطوا واحد الارضيه للنقاش، اننا نترافقوا على واحد المشروع يكون صحي نجيبوه، اننا مش نقلبوا اليوم حنا عندنا علاقات، رغم انه الجماعه الحمد لله راه عندها العضويه في المجلس الاقليمي، عندهم الاصدقاء ديالهم في مجلس الجهه، خصنا نقلبوا على الدعم على واحد الدعم اتفاقيه شراكه باش اننا نجيبوا واحد باش نديروا ان تعزيز العرض الصحي والخدمات الصحيه. اليوم الجدران والبنيات راه كاينين، ولكن الموارد البشريه ما كاينينش، هذا النقطه اللي خصنا ندخل فيها. ثم انه سيد كان قال بان المستوى التكبير ديال الجامعه، المستوى التكبير ديال الجامعه انه خصنا كدعوه هو المجلس انهم خصهم يديروا لنا واحد اللقاءات تواصليه باش اننا نترفعوا على مطالب الساكنين. انا كنشوف ان الدورات اللي كتمر في المجالس راه كتمر في شيء، والمطالب ديال الساكنه كتمر في شيء، وايضا واحد الدعوه للمجلس المجتمع، واحد الدعوه للمجتمع المدني نتسالوا واحد السؤال ديال واحد الانجليز. المدني واش أفقد سيد جي العصبة المغربية العربية الإنسان، أفقد سني الأساتذة المحاضرين الحضور، غادي اثنين حوايج سيد العيون مرحبا بك بصورة عامة، تقال المداخلة جديد الصامي وسط المراوض، باش وزارة الصحة أنه غاسن المراوض مضبوطين الصحة، خرج تقسيطوها بجد نقطة اللي 31 مليار تيش تمشي للسقام، أي إلهام سنويا لوزارة الصحة. واجب مشكل التنميه، من مشى التقارير خدمت بانه يلاه الدوله يلاه 13 مليار اللي قيمه بدا كوير دوك سبت دبيره قديميه داخل الوزاره، وهذا شنو نقاش فهمتني؟ وجدتي بيت حنا حاضرين في لقاء تمر بهذ النقطه ديال السوا الغاز، والدليل انه لي كورونا مشكل في كل مشكل جي لي كورونا تغلب الشيء في كل مشكل في عز الازمه، يعني انه مشكل واجب مشكل موارد ماليه مشكل جي في شي حاجه تنغني هذه ينفع بالنسبه ديال المغرب ديال الدراسه بانه نهار المواطن المغربي غاصل الحق في الولوج في الولوج الى الخدمه، وغاصل الحق الى الخدمه في هذيك ثلاث ساعات ديال السبيطار غادي يهدف ولكن ما استفدش، وغاصل الحق ديال العلاج وغاصل الحق ديال الشفاء. ثلاثة دراسات في وكيل الصحة بأنها المخرجات. السي عماد في الدغان غاشر سقال خمسة سقال الجماعة الترابية بعلاقتها كالقطاع الصحي، الجماعة غاصل سياسة ذاتية النسب اما السبيطار باش يدير الشيء اللي باش يشتغل الناس، يعني جنوب القطاع هو الوزاره ديك الشيء اللي الناس خش على الشيء اللي بلاص قال لي عيد ليك واحد المعلومه الجماعه اللي بلاص قال باش قال بعيد يدينيش نعرف الوزاره بعرف تركيا بعرف تركيا يوينت مكسب في اقليم ناظر مره يوين باش نخرج من خوز غنغان يوين هي اقليم يوين دير ريفر هي اقليم ناظر مره من بين مين يوين حسنات الناس حسن المعامله المستعجله في النظر باش نسقس عريضه هنا، بما خرجت الشراق تعرف الاخوان قد اسم مجهود وخرجت الى جنب مجهود يجب عليه في اليمن المجتمع المدني المسلم لدرجه انه يكشف مغارسه محفوظه انطيب فاسد راه انا ندوزو قال قاسم خزيت
يعني قاش مشي لعلمك بانه الديمقراطيه التشرفيه ديال اساس وزرغان قبل غير القران اللي يخدم مجلس الامن على المستوى القوانين التنظيميه هو القلب. شكرا سيدنا على المداخله. كلمه سي وحيد الريزا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. بادئ لبات اولا اشكر الدكتور استاذ باحث في علم الاجتماع السي محمد فرديون، الدكتور القانون الخاص السي ديماد، وباقي المتدخلين ان ابلغ بشيء وانما ابلغ البلاء الحسن، لانه المشكل كيهمهم جميعا والمسؤوليه ديال الجميع. غير توضيح، هذا تقريبا عباره عن توضيح، واود ان بالنسبه لتدخل السيد بولعيون والسيد سي حماد الدكتور سي حماد، انهم لان بعض النقاط مشتركه، السي بولعيون يتناول الموضوع من الجانب الصحي والبيئي، والسي حماد كذلك ومثال تناول الموضوع من الجانب القانوني. ذهني استثنائي يذكر كانت المشكل العميق، مشكل عميق السي بولعيون، اعتقد انه ربط الاخلاق بالمسؤوليه. وانت وعارفين كيفاش ما رميت لنا مبعوث بين على حسب تفكيري نعيش يوضح الممارسه تمارس كفاح جمعوي كسياسي كهذه الاخيره ربما سياسي نحن معاون وواجب السياسيين، وانما الهوى ما هو مش الهويه وهو مش نحتاج تمارس السياسه على هذه الفئه. يعني هو تواجد بين نارين، اولا انه عضو مكتب الفرع العصبة، ثانيا انت من مستشار في البلدية من صنعاء، لكن تعجبني ديما متكشد تقضى ربما تدخل بعض نقطة الضعف ولا نقطة القوة ولا شي حاجة. هذا الجواب بعدا خير من الشق العمل إفكاء جمعة ومزنقان ثاني نتيجة هذيك اختيار سجن السؤال. بالنسبة للجامعة ومجلس الغرب، كاع 29 مايو 2014 يجينا رسالة السيد وزير الصحة تحت إشراف السلم الإداري، طلب غير ملتمس طلب غير ضرورة لذا يشرفنا السيد الوزير النظر في إمكانية تلبية طلب المجلس الجامعي في إطار مجموعة من النقاط. أولا ضرورة دعم الأرض الصحي بجامعة الغرب وتحسين المنهج المواطني إلى خدمة إلى ذلك، الشرع في هذه البناية القديمة إلى آخره، استغلال عقار محادي إلى آخره، فتح منفذ آخر لمنهج المركز الصحي تحسين ظروف الاستقبال والولوج والإغاثة إلى آخره، تعزيز الطاقم الطبي للمركز، إصلاح وتأهيل المركز الصحي بالعمال وإصلاح سكنيات الوظيفة الوظيفية من أجل إنتاج أطر طبية مطالبة بزيادة الإصلاح المخصصة للمركز الصحي الحضري من الأدوية اعتبار ارتفاع عدد سكان المدينة وتوافر دكاترة المناطشين المجاورة. ذني يجنو ملتمس الغني إلى السيد مراسل الغني السيد المدير الإقليمي لوزارة الصحة في 13 مارس 2019 الموضوع المسؤول الارتقاء بالخدمات الصحية. المحتوى المراسلة يذهب بالتدخل لأجل إيجاد حل للوضع الذي يوجد عليه المركز الصحي في قصر الغرب سلام إلى آخره. بإذن الموضوع المغني تنفيذ قرار العامل المتعلق بالمداومة الليلية. بإذن يجب المراسلة عودة المديرة الإقليمية 2022 يوليو 2022 الموضوع بخصوص هذه البناية المستوصفة والسفر المركز الصحي لقصر الغرب. ديني يجب مراسلة المغني 23 ماي 2022 إلى السيد وزير الصحة، الموضوع هو ملتمس لبناء مدونة المجلس يشرفون السيد التميسون إلى آخر أغلب الممرضين المقبلين على التقاعد خلال السنتين المقبلتين، كما أن المهم السواء الذين المواد البشريه الصغار الزاد والافكار في الملايين الى اخره. يعني بني نتيجتي اقول كلمه الحق هو انه المجلس البلدي كثير في الناس
المستشار المشكوري تلقني بنايا وبقوه وحده خطوه شهيد بنايا لانه المشكل مالي نقول شي نزيد نتويد بنيتين باش نطرح المشاكل هذه الجد داخل مجموعه قرويه وسلطانيه اللي تقدم لي الصعيد الوطني نزل الحلول ونخصبوا له واسوا لان يتصل المشاكل اللي تعمل زيزه بزرقان ومره مره نطرق بنيتي السور في المجلس البلدي كامل الايام ويوهبوا لما من يجي المشكل المشكل في المجلس البلدي ما المجتمع المدني ما السلطه ما الحكومه ما من ديال وشكرا للوصف السيد تولخوا الاخوان في اطار التعقيب بالنسبه للمداخلات وطوا ان شاء الله هذا بغيت نستغل الفرصه نزل الميكرو على جوج واحد النقاط يجي اشاره فقط تشكر القس السي حكيم كوجا في المداخله الملكة للاشاره العصبة تغالغ اتصال الاداره الصندوق الوطني للتنميه الاجتماعي على اساس انه غاسي يجي مقعد ديال الدواء ولكن للنظر لاهميه الموضوع وانه موضوع عالي لمرض السواخس فارتأت العصبة انه سيدي غامس وحس باش غادي يجي النقاش مستقبل اللي يتعلق اساس الجانب الوالدة ونخضع انه نهار غادي النقاش ما يتعلق بالصحة. أزور بعض النقاط ما يتعلق بالتساؤل في المجتمع المدني الذي طرفوا بعض الضمانات. أولا نجم نقطة قسم إشارة السي حكيم وكذلك تشكر السي علي الزيجاني ديوسين الحضار الإشارة فقط. ومن ليسيون خر مقارنة يعني التي تفرض نفسها بالسقاس ماشي دوز دفني وهو نشكي ويسور ربما الأغلب يواسي مشا النقطة هي مش خمس سنين تنزوعة الحياة تانية تعود هولندا يعني تسعة وثلاثة شهور خمس سنوات في الحياة تانية لا سبيس وتعاون والدي القصة وتعاوني تيتو ويقارن عليه توقع غير موخ تصور خستو سبيس مما يلقى أنه المقارنة تفرض نفسها والله ما تستطيع الخدمات الصحية المقدمة لـ 76 بهولندا التي لم تكن آنذاك دولة متقدمة ومهضة وينات مقارنة لك الخقعة الغالية سواء خوخو ذي فرد شوال لـ 76 أنه الطريقة زقت الغالية في الغالي والدين ينو الدعم يتعاون الوالد من مجدوى لا علاقة لك من تعيش معي إذا من يغيرين الشيء كمواطن المغاربة الحق نظر على المستوى وذي إشكالية من مين غنظر يعني تولع له مازال مسافة بعيدة مش نفتخر دولة ولا ننتقص منها والمجهود دقيق ولكن لا ترقى الى ذاك المستوى والسؤال مرمي غنغلق مرمي غنغلق ثالث نقطة النقطة الثانية ديال المقارنة كذلك بحكم انه مش تسمح انه مش تغير بداية الحياة الجالية فقضية التغطية الصحية او انه الدعم قالت لي سالون كاسيو فاميليا مش تغير تبع الملفات الاوراق الوالدين تقع مش تغير عمان فالاخوه لا يخفيكم انه القيمه لوقت يمني للمساهمه او ديال المجلس القاضي لا صادق كاسيو فاميليا انه تغني من يجم المقدار انه جاب 500 درهم كحق ادنى 3000 درهم كحق اقصى حكم انا متوسط مع الله 10 جنيه وضغط على المستوى المبيع 3000 درهم يعني واحد يصارع في هولندا الدوليه واللي رئيس الصغار في هولندا رئيس عيب هاي اذا ما تسيوش خل المساهمة هزيلة وخمين تحرصوا في الوطن الضمان الاجتماعي الاكتراض اللي يمني ديو ذا ميت رحمة غاس تسمع الصحة على عرض يقول عن طريق والله العالم لن يبوجع يتكسر الحال والدولة ما مش تكتنافس الدولة قارس تكحاز حاز للتظاهرة الكبرى تنظم فاندوم وتوغت ناجحة وقابلنا تنظم كأس إفريقيا وتنظم وخس مازال تنظم وغاس تحديات عن مفاق عاش التحديات نتمنى نتافع التحديات للتهضاها المفاتينة باش أترقى للشيء باش نعمل معاملة إنسانية شيء غير بحق المعاملة إنسانية وقص بسط ونظم بالنسبة لجوب السي ساعد سيدو بالنسبة لقضية قضية شبكة جمعية كأس عنغان وربما سوف تجد الشبكة كهيئة ناخذ جمعية نشجعوا للشبكة في جمعية جمعية المجتمع المدني جمعية المجتمع المدني تمارس إسهام للطرف وعد المضمار لدى قضية الصحة قضية المركز الصحي للتوقيعات والعرائض من المجتمع المدني وكذلك الأشخاص أنهم ضمن ولكن الملاحظ أنه ربما الخطأ من يجي أنه من متابعة يعني المجتمع المدني
يفتقر الى جانب متابعه الملفات. نتمنى ان شاء الله اتينا يجن الجناح في المجتمع المدني اي غيستمر اي غيترافع وتترافع. اتمنى الملفات والحمد لله قرانا كفاءه بصوره لك الماليه اي غيترافع اليك المتابعه للملفات لانه خمتي الحاج ديال المتابعه باش نجي خويا هذا المشروع طويل خشا انا غنمشي للبرلمان الله يغيقول مي وش ما يروح هذا البرلمان سيدي سبيطا 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 لي 6 سنين لا اعتقد انه غادي يعرف حسن من كسبيط يعني الاسراء خش ومين اللي تو يدير النتيجه واخا الطاقشه الحين الكلمه يدك اساتذه الدكاتره وتمنى ان شاء الله تولي ان شاء الله لانه بحكم الوقت انتم الطاس ليش تركض المسيره هذا الدكتور أفقده مغطاس لأنه حقيقة شوكت مبروك لأنه استفدت واستفدت زي مغطاس إلى مداخلة مبروك دي مداخلة حقيقة تبناها لها الشديد اختلاف ماشي خلاف اختلافات في بعض بعض كيف ممكن نصحوا لأنه اشتاجي مثلا نسوك جنحاش تقال الله يحب العبد ملحا وما ضاع حق وراء مطالب ثابت وغيز غزان دائم الحق في نقر الطاز الشوز مش قال الله تفت قابل انتنا إذن أزل غن حقيقة الشمول بسير قبل مدى الزخبة السن بأنه حاول السن مشاكل اسم الخلاف هو عميل مقالة في نفسه شيء مقالة في المجتمع المدني قال عن كيل ونشرت في مجموعة من المواقع مهم يعني دوار يبقى ويعجبني الحال انه ينتفع بعض الاحيان بين المجلس البلدي والمجتمع المدني ولكن من يقول الشغل ديال المجتمع المدني مثل ما نتمنى انه نستمر دائما للنظام من جانب مهم هو خصنا دائما نسمي بانه بدون نظام المجتمع المدني المجتمع السياسي الذين لهم الغيرة لا يمكن ابدا ان نحقق شرج الامور مش قاعد حتى الغيرة في الوطن الغيرة في الوطن يبدا تزيد الغيرة من خد شرج لا يمكن ان نكون وطنيين وعندنا غير خد شرج لا يمكن بالتالي اخي كي بدا تزيد شرج بالتالي نتحقق الجماعة الترابية من الادغال الاقليمية من جهة من ادغال الوطن مؤثر عليك لانه مؤثر في السياسة العمومية تماما لا يمكن ان الثورة ينبو ديت مسائل ديت مسائل ممكن خاص الخطه لانه شنو موضوع تبث موضوع شويه ديس مقاربات لانه شنو اعتمدت على المقاربه القانونيه المقاربه الانثروبولوجيه للصحه البيئه نفس الشيء المقاربه الاقتصاديه يعني حاول ما يمكن باش مجهول عامل ما يمكن يخفق انه الارقام ما يمكن يلقى مثلا من بعد السنين بلا دخل الحقيقه لانه حقيقه ديال سوء التطبيق في بعض الاحيان الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه انه في بعض الاحيان ولكن ليش البيروقراطيه دي الكيفيات مثلا لي زابيل دوفر المده البيدجي دو فونكسيون ماشي هو البيدجي ديال الاخر دانفيستيسمون ماشي هو البيدجي دو كونت سبيسيال تمسرير تقنيه وزي ما خاصك تستورد لانه بوغ دو فرانس لانه مش مارس لانه كان مسؤول في الموارد الماليه والموارد الاقتصاديه والمنازعات ديال وزاره الصحه السن ولكن يخصص ما فوق 10% بل 15% من خصنا نكتب الوصيه الصحيه لا يمكن الميزانيه تسمع 0.1% نسنجح بها لا بد ان اعاده ترتيب الميزانيه يبقى الديون تحت راس 103 مليار درهم من بعد الدفاع من بعد التعليم من بعد الصحه 31 مليار ماشي ممكن لا 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 العقل والزمالات ثم مدينه اسرائيل بالنسبه للعمل السياسي والسيد في النوع الفقه في النوع العزيز الذي جمعتنا على علاقات منذ السبعينات الاحزاب السياسيه تتحمل حقيقه المسؤوليه تحمل المسؤوليه طبعا ولكن في نفس الوقت ما تبيع العمل السياسي الدوله والايادي الخفيه تدخلت من اجل ان توزع الاحزاب السياسيه خاصها تفرض بعض الشروط خاصها تنيني اثنين بدون خوف لانه الشيء المغاربه الحمد لله شوف غالبا كلنا نحترم ثوابت البيضاء الله الوطن ذلك لا احد يجادل في الشيء اللي شنو هو غير الواسع وبالتالي الحمد لله غالبا الاستقرار تخسر نقش بموضوعيه انه تغذي ايادي خفيه تتدخل من اجل تبيع العمل السياسي ومن جعل هذا كاكيك تبيع السكيه ما يميل انه
انت متوجد غاز تكوين سياسي فسياسي معروف خاص نزاهات بس معروف خاص انه تحمل المسؤولية في سنتورا المستقلات وانت الجامعة الطلابية الرئيس في فوق كذا. اذا خصنا اعادة مرار القوانين اعادة مرار القوانين الاحزاب السياسية دي القوانين تدخل وزارة الداخلية ما زالت انا اعتبر بان وزارة الداخلية هي الوزارة لا زالت اعتبرها اخر اخر ثم خصنا السلطات يعني كل سلطة سلطة خاصة يعني القاص مغرب المؤسسات ضروري غالبا المغرب المؤسسات صحيح جاي تخدمز واحد الفريق قائم بواجبين وغاص خطابات كذا الحكومة خاصها تخدمز الواجبين وخاصها تنحاسب وما تنحاسب خاصها غنغيري في ثقة الشباب الأحزاب الشباب يجب أن نشبب هذه الأحزاب وأن نربي المجتمع أن يتكمل مش غاية أن ينتقد نفسه بدون إخلاق في العمل السياسي أنا أعتبره فرصة العمل السياسي ماشي ليانا شنو ليانا زعزة والتميدة الفرنسي زعزة عندما تصبح بها يجب على يقين أخلاق السياسية لهذا المحاسبة وصاحب جلالة مرارا بالبرلمان الناس قاسق ماشي ليانا يخسر الشهيد المواطن يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية طلقا والدولة الأيادي الخفية دين أيادي خفية لا علاقات صندوق النقد الدولي هي التي تملي بعض الشروط عليها وبالتالي تملي حتى على الحكومه ان تتخذ هذا القرار ولا تتخذ هذا القرار ربما تسمى الاستاذ الاقصبي هذا شوت غير البيئه لان البيئه مهمه جدا غير ارقام خطيره المساحه الخضراء 95% الخضراء كل مواطن غاسل 12 15 متر مربع من المساحه الخضراء الشغال سامح لي في 12 15 متر مكعب الازباد اللي في اليد كل مفر خاص 12 15 متر اما غادي الحمر ثم حتى البلديات الشمال واحد شويه غادي في التحملات كيليك ابي رضا ولا الشركه حقيقه رائعه ولكن لا مش غادي كنصف بين اللي تفتح التحملات الدول المراقبه تجهيزات المشي في المراه خاطر مع السنوات قالوا شنو سنة 21 يعني مسألة خطيرة جدا خصنا القنوات تصرف المياه المعايير ديال الأخرى المعايير الدولية يجب أخذ بعين الاعتبار يقدم سنة نهاية تمر على مارتش كتستقصير تبغى تقول إعادة تأهيل الحي المطار في الشرقية قسم بالله العير العظيم اللي يمين ومين مؤلم مرارز مراش ما نزل بخ ومنه نتحرك فرشة مائية تقوضا مدرن شب شب ما تنازم تسبش تريح ديسي ولا بس تكل جاندي لقص ما نستوسع يعني منه نشك قاتل منه نشك وعايش لهذا لأن التصنع مسرين يمكن يشير ممكن السورس الأرقى لأنه يعني حتى القارئة تقرير هذا حتى الصحة مش عاصف زي جد تقرير بل نسمى شيء مليئة في سورة أحمد الكاميرا المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول تصورات المغاربة للخدمة الصحية العمومية والمنظمة الطبية الصحية في تجربة مجموعة من المواطنين إمارة غير رياضية. إذا من هنا حتى الدولة السادسة إذا السر إعادة النظر كشش إعادة النظر لبعض الأمور ماشي من السر يخص تنزيل النظر هذا يستنزل على الواقع والصحافة شكرا. شكرا دكتورة غرير تقييم كلمة لك دكتورة أمريكا. شكرا جزيلا شكرا للجميع المتدخلين الاستاذ الزهراء مطاس نشخص رومينير نهارا وسير باش طرح لي السؤال مين على السؤال اللي طرح مين يتجان مطالب الزين والشي مير مين بودا على الشي المشكل مع اللي كاين خصنا نسوسو لغه الخشب هادو التقارير هادو من يقاقروا البيئه هادو من ماش سقانا مختلف في المنظومة القانونية الدستور التطور التريسي وقعان ماش سقانا في المجال القانوني ولكن المنهج المؤسساتي القانونية وانا كلشي شا النتيجة للمجال الوالدي للمجال من الإصلاح الإصلاح الأوضاع إذا مش إصلاح الأوضاع أؤمن دائما أطرح السؤال من بودا على الدغنش أي واحد زين غير طرحيه خبيت تفيش المشكل معين تفضلوا على المشكل سواء المشكل مثلا غزة قال سوي فلان قال سوي مثلا تقدم غير غزة وما والو تقدم الدعاء يا رب نتعاونوا إذا مش نهار ما تصير العرس المشكلة البيئة
هششت الوضع الصحي بسغنغان تلحق السؤالات من بدار ذلك المواطن بسغنغان وفي المواطن بسغنغان يوكسيد رئيس مجلس الجماعي بدار ذلك قسم العراقي ثم فكاع بالعراقيل من أسقى رئيس مجلس الجماعي ربما وكسيد عين جبت الإيجابية حول ما أمكن أقدمه في الصورات الجماعات ككل أسيدك أن المستوى العلمي يتغيم هذا المشكل للمستوى القناعة يتغيم هذا المشكل يعني روح الصلب الصلب صلب المشكل من ينجح أما بالنسبة للأخي نفسي أننا قوانين بالمستوى البكالوريا لا غان القانون تنظيم الجماعي 1960 وادي الشارع البكالوريا 1976 وادي الشارع البكالوريا ولكن عرض الإصلاح 2002 دايس البكالوريا غان القانون 17/8 2009 دايس البكالوريا في حين أن القانون 14/13 ديسدان 2015 23 يوليوز 2015 يسقار الثمانية يجي عزيز الله في الجماعة يوني يخسر هذه السيرة دي لحد السيرة ولكن باش غادي يروح هذا السيد بنادم يخص يجبر الرقابة الذاتية ما سمع باش يتحمل المسؤولية يا نغلة نغلة كوينة في تفكار هذه الامتيازات وها تفكار باش غادي يجي من سيد الرئيس قال انا سيد الرئيس تفكار غادي فضيلة الرئيس قال انا فضيلة الرئيس ولكن من بعد كاين مثلا دي مجموعة من الجماعات عندهم آلاف الرؤساء عندهم مش مجموعة ولكن من وين كانت تعرف؟ إذ كانت اثنين الأنواع إذ كان شي نوع إني قيل ما هو سلبي إني طبعا مش أسقان يذكرهم التاريخ ولكن بين قوسين بطريقة سلبية إذ كان التاريخ إني قيل شن حس إيجابية تصبح إذا شن ندعو إلى أنه رؤساء المجالس الجماعية أذكر شن حاشد بتلاؤمك من مواطن تصبح أذكر من خاص من معنى تخمين غير الإمكانيات كل كم قانون تشتش مجموعة من الإمكانيات وين تكشف؟ هذه طالب هذه السيول هذه طرح عن تارك الأغلبية نس الأغلبية نس هذه السورة كبرلماني نس مثل الأغلبية للجماعة مزونة غير هذه السورة كبرلماني نس في ثالث البرلمان أتطرح كسؤال من الدقاء تنبيت ليس خسودي 40,000 نسمة وغاس مثلا بوذبين هذه جميع مجهودات نس هذه طرح جميع الأول خمي غير تبقى جميع الابواب خلينا نشتي نفسي اللي صافي غير كاع من خلص لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكاع ونزيما ولكن باش نشتينا نقيم دائما وابدا انا عبور نزرع في الفلسفه غنوات الخشب ومنه كذا وفي يومه كذا وكذا خصك شويه اللغه الواقع انا حديري هماني غارق المشكل اذا المشكل اللي غارق من يعمل السبب ثم ماش غادي نعالج من قضاء نشكي مواطن عاديه عادي غارب المسؤولية يغير باش الضغط خار رئيس الضغط خار رئيس أذكر عارض إذا رحل الفني الجمعية أنس قاعد العرائض أن أنشا من أي إعلامية أنشا إعلامية مارد الواقع الإلكترونية يتجن أضيس نشا أدار أمو من الميشة اللي خصنو غريب الكمال دي عارف بعض مثلا نزل غير وغاس موظبي من حقكم خميد غير عارف بعض وشا تزعر فيه مش هتعمل أما اللي قيم المشكل يعالج الذي تيما تفعل كشدون الغنين ولا قضعية الجماعة ولا قصبع إلى متى؟ من ما غنصبع؟ من ما خلق ساعة؟ المغرب في 56 شيء بقى قد التغيير قد في دار النوم قام عارف في دار النوم يوان تيب لذا النوم ما يوجد يقضان بسم الله الرحمن الرحيم تشكر ثم تزبطي غنغدي حسين يغطي نغد اشغل ندويه نهارات وغادي ندي تمزغن غني تحتضن حول قطاع الصحه والحمايه الاجتماعيه تحت شعار زغنغان بين الاكراهات البيئيه وهشاشه الوضع الصحي تاثان كل من الدكتور عماد البركاني ثم الاستاذ محمد بولعيون الدكتور عبد الوهاب الشريف ثم الصديق الاخ يوسف تيتو نهار نشين نويدي جن موضوع الساعه جس النبض الشارع نهار يطلبني تعانن زكوينا زي العرض الصحي غادي ندي تمزغنغان ثم نشين البديريات وغندويه نهار باش اننا نصيغ الصوت الساكنه من خلال التوصيل التقرير اللي غنك ان شاء الله غنسيوض الجهات المسؤوله انه نهار غنلهجش العرض الصحي نتمنى نستمعان ولكن مع الاسف انه تنستدعى حتى السيد مندوبه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه ذي النظام ولكن واستجب
بن شاء ونسين الله اعلم. ثم انا نهار النشاط كلشي نصاد مليح انه تاخذين المداخله التفاعل كيسمي طرف ساكن فعاليه المجتمع المدني، ونتمنى ان شاء الله انه هذه يستمر النقاش العمومي يمو ان الطرف خير مجموعه عن القضايا يزيد عن المواطنين المواطنات مدينه مزغنغان. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أثقد السي موقع أورو مغرب ديتاسن لحضان للدوايا الفكرية حول مواضيع تهم الصحة والبيئة، وأثقدت لأنه لإعلام الدور هو لاستيراد مجموعة من الأفكار غير المجتمع، لأنه مريضة الأفكار من نقا غير المجتمع راه مهم جدا. إذا النهار من نقش نحاول ما يمكن تستوي واقع المنظومة الصحية، تحديات المنظومة الصحية واقع نفس التحديات، سواء من أجل إنجاح الورش الملكي الكبير وهو التغطية الصحية الرعاية الصحية الرعاية الشاملة يعني الاجتماعية، ثم كذلك استورغ الأوبئة الناتجة عن تلوث البيئة. إذا من خلال مجموعة من الأرقام يتبين لنا بأنه يخصنا يجن 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 لي فور دام خصنا يجن مجهود دام قرا حبة تنفذ نحاول ما يمكن أن ننجح المشروع الملكي، لأنه مشروع رائع جدا، مشروع سيعود بالمنفعة في المجتمع المغربي بصفة عامة، ولكن يخصنا نقاس الشين هذا نسوجد من بين الامور خركز غطاس انه دين يجي النقص ديال الموارد البشريه ضمقرا، لانه ماشي معقول انه الموارد البشريه ديال وقت انه غنغي خصاص ضا مهول تقريبا ديال الاطباء يوض غايجن رقم مهول جدا، ثم كذلك ديال الممرضين سواء ديال التقنيون كذلك حسب يعني المؤسسات الرسميه تيقال ماشي نش يعني ديني جن نقص ضام قران، الى درجه انه مثلا صيغة عدد مهني الصحه مثلا لكل 1000 نسمه 1.7 مهني الصحه لكل 1000 نسمه، في الوقت انه المنظمه العالميه للصحه حقا يخص ديالي 4.45 مهني الصحه لكل 1000، ثم اذا ديني جن الخصص ضام قران، ثم وديني بول العداله ونبغوا عداله لتوزيع المجال يعني الخريطه الصحيه. مثلا تاف يجي النقص مهول في بعض الجهات المملكه، في الوقت انه جهات اخرى خاصه في الجهات الدار البيضاء المحمديه الرباط المركز الديني مار المستشفيات مقرره، ثم الاطباء الممرضين، بينما تقريبا كتازي 45 ديني تيرين زي الاطباء هذه الاطباء. اذا ديني جي الخصص مقرر نهار مثلا تقريبا شهر الخصص 28 لاكتار يعني الاطباء والسيغ مش حال، ولكن غانغ مجموعه من الاطباء يروح شهر كتازي 14000 طبيب يمارس دي بارا غانغ 28000 طبيب يمارسون دي المغرب، وينا ما جاو مني مارت 45 ديمية مركزن دي الجهات الكبرى دي الدار البيضاء يعني دي محور الدار البيضاء المحمديه الرباط الى غير ذلك. اذا ونسمى كذلك الميزانيه لوزاره الصحه ميزانيه ضعيفه دائما 5-6 زي الميزانيه العامه للدوله، ربما عامه فيوضغا 7.1، ولكن 7.1 لا يمكن اخصاص اعاده النظر، لان لو ام اس 12% ديني مؤتمرات اخرى مثلا ذي لقاءات اخرى مؤتمرات دي افريقيا مثلا 15 ذي الميزانية العامة يعني ذي الخصاص مهول ذي حتى ذي الميزانية، إذن يجب إعادة النظر ذي الميزانية حتى الميزانية المخصصة لوزارة الصحة. أخبيت نتقق مثلا بنيت احنا غا المديونة مديونية يعني عام تخجص الكرة عام بنيت احنا غا الدفاع الداخلي الخارجي يعني ذي 102 مليار تقريبا يتاح غا الديون سنويا يتسد ربما والسنين يعني الدفاع الوطني على المستوى الداخلي الخارجي وزارة الدفاع يتز التعليم أوانس 95 مليار درهم للتعليم يعني الابتدائي الثانوي الجامعي إلى غير ذلك، يتز وزارة الصحة بعيد 81 مليار درهم. إذا خصنا منوية وزمان نجح الورش الملكي مراه ونكشف كيفية تمويل القطاع يعني القطاع الصحي، خذينا 14 مليار
اتحقق التغطيه الصحيه الشامله زي واحد دوخ 50 مليار تقريبا يقان بعض الاقتصاديين المخصصه للحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه، ولكن الاغلبيه تزيد مشاركه والتضامن. اذا نتقد انه من هو يستمر يشد ديمومه، ربما تستمر ريشه ما راه ونخزا ونقي اعاده النظر في كيفيه تمويل هذا المشروع الملكي. يعني لابد نح غاي وداني جان لاباس خسان، خصو تمليس نشا زيد الضرائب، خصنا نوعى المواطنين الجميع اللي يساهم دي ميناويه، خصنا نرجع العمل مقرا حماس نجح ميناويه، لانه ما راه ودي نبو عمل ودي نبو ربط المسؤوليه بالمحاسبه ودي نبو اقتناع المشروع الملكي زي المواطنين زي جميع المؤسسات الحكومه البرلمان الجماعات الترابيه للقطاع الخاص كذلك، لان القطاع الخاص حتى تيدور يسمى مع الاسف الشديد الاغلبيه نسن عزون 8 هكتار زي الصحه، يخسر اعاده النظر ذي العقليات نسن عقليه الربح السريع، لا اعاده النظر ذي الاقتصاد النقدي انتقال زي الريع غير الاقتصاد المنتج، ما ننتج ثروه تنوزع بعداله خلال المواطنين، ثم كذلك اعتبار الصحه ثروه وطنيه ماشي مستهلك، بالمنتج ثروه وطنيه يجب توزيعها بالعداله على جميع المواطنين. واذا غيخصم لان من هذه التحديات هذو من التحديات الاوبئه، لان نهار هذه الدراسات اتجان دراسات علميه حول تلوث البيئه، هذه تلوث خطير السلبي، ان التلوث يتهز مجموعه من العوامل، لان اولا النفايات المنزليه والتجاريه خطيره، لا زلنا نستطيع الجمع الفرز يعني ما مش نجمع النفايات الزبرنا مازال نجمعت بطرق قديمه، خصنا اعاده النظر ديميناويا للجماعه الترابيه ان تفكر في كيفيه تدبير النفايات المنزليه التجاريه المطاعم الشنطان التجاره فوضى. ثم كذلك الصناعه، خصنا نعاود ثاني الصناعه الصديقه للبيئه ماشي نلوث الطوموبيلات، نسن بانه غاسنت لي كاتاليزيتور الاغلبيه غاسنت ترجع 6 سنوات، ونسن تلوث البيئه بالدخان ديال جميع المواد السامه تؤدي الى امراض خطيره، خاصه انه ظهرت النهار الامراض المزمنه التي تطلب نفقات كبيره جدا من اول الكارديو فاسكولير، القصور الكليتين، امراض الجهاز التنفسي، يعني دينا امراض خطيره جدا مزمنه وطويله، خصنا منويه مرتبطه بالبيئه، ودين دراسات علميه بانه تبين بانه الدار البيضاء للمحمديه هذه مجموعه من المدن، اتمنى حتى ندير دراسه لان دين ما يسمى باللابوراتوار يلتقي تنتقل للمدن، احنا ذكر دراسه التلوث المناخ الجو يعني الاخر خصنا اسن. ثم دين التلوثات الاخرى تلوث الماء عن طريق مثلا اخ مغارب وتصريف المياه القذره بطريقه محكمه، يتسرب الماء الملوث الى الماء الصحي للشرب، كذلك اعاده النظر لبنوي المساحات الخضراء، ضروره ايجاد المساحات الخضراء، لان غاس نتيج جن دورفام قانون الام اس قاص المواطنه غاسيل 12 12 13 15 متر مربع لكل فرد، نشي نتوارى غا مع الاسف غا الاسمنت غار بنيه بناو لي شامبينيون كي بناو لي شامبيون دغيا التكاتف دغيا بنان، ولكن المساحات الخضراء غالية للتجزئة التونسية، لأن كل تجزئة تجزئة خصها سيري منوية، خصها سيري مرافق اجتماعية من بينها الشبيبة والرياضة التعليم الصحة، خصها سيري تجزئتها منوية شما يتم اللصون منها، دينا تصل الأمور. ثم دينا التلوث التلوث تلوث الضجيج البصري الضجيج مثلا كل ما يعني نحس بنسيج ماركة قناص ديسيبل، كل ما يماني يتص كل ما يخرج قناص القلق أمراض القلب أمراض يعتبر من الملوثات الخطيرة، السكتة القلبية ثم البصري تلوث البصري مثلا كوار تنفذ النفايات المنزلية تجعن ثلاث مواد مارة إيطان قطوط بوخرى يدق زمارة منوية أعتبره تلوث ويساهم في مجموعة من الأمراض المواطنين. لهذا تحديات كبرى المنظومة الصحية يجب إعادة النظر ديس حقيقة دي المجهود تقيث صاحب الجلالة الله ينصره في مجموعة من خاصة دي ميدانيان الصحة دائما خطاب المسؤوليح على إعادة النظر دي المنظومة الصحية، ودي الآن يجن القانون ربما 28 رغم انه خص مؤاخذات، ولكن من بعد بنوي ربما ديش ندوات نناقش كذلك انه وزير الصحه سي طالبيش السنخ بانه رجل معقول رجل يخدم غاس
غاس غير اخ المنظومه الصحيه، ولكن خصها سوشن اسوشن شوت التمنيات تم قرار الى سوشن التمنيات، لانه غا صغيره تتبع دائما ندوات الناس ولا يتساور بصدق، ولكن بدون ميزانيه بدون رفع من ميزانيه وزاره الصحه وبدون اعاده النظر للمنظومه الصحيه بشكل دقيق ماشي بشكل سريع، لان حتى المنظومه الصحيه تتصور ما يسمى بالجماعات، الجماعات الصحيه الترابيه، المجموعات الترابيه الصحيه تم بشكل سريع وتغث، مازال ديني ما هو بدل ديال قرارات افقيه مازال عموديه، ثم ناقشت الغياب برغم هذه الشارك مجموعه من المتدخلين الذين لهم درايه بالمنظومه الصحيه. لهذا اتمنى النجاح والتوفيق للجميع، واتمنى توفيق للحكومه، ولكن مع مراجعه سياستها خاصه ذي المنظومه الصحيه ذي البيئه، لان حتى البيئه مازال خزاها كفولكلور، وحتى نتقي اما اليوم العالمي للبيئه مازال حتى المجالس الجماعه الترابيه وغاس البشر الميزانيه صحيحه لي بي ام اش المكاتب النحمه سنوكشن الموارد البشريه الاثنين سنوكشن الموارد البشريه الكفء تقنيين دي الصحه اطباء وتقنيون دي الصحه قناه صحه البيئه وصحه البيئه اساسا للتكنيسيان دي جيان، كذلك خصني ندير بكثره حما ادير الدور نسن الوقائي التوعوي المراقبه المواد الاستهلاكيه المراقبه المقاهي المطاعم كل شيء من هو مرتبط، ثم عقليا حتى الشيء كمواطنين خصنا نبدل العقليه وما تنبدل الا ما نديرو التربيه، التربيه الاسره التربيه كذلك ديال المدرسه ديال الابتدائي اعدادي بدون ما ونسيت في الشهر التربيه الصحيه ديال البيئه ديال المقررات من غير الجامعه، وزعما تخرق المواطن يحب البيئه ويعتبر البيئه جزء من اجزاء الاخلاق النص، والله سبحانه وتعالى دائما يلح على النظافه، النظافه من الايمان، بدون منويه ستزداد الامراض خاصه الامراض المزمنه وحتى الامراض المعديه، واخا التلقيح ياخذ اخر بعض، ولكن مازال انت في لاكال، انت في الكونجونكتيفيت، انت في ليزيباتيت ا، لانه نلوث الماء نلوث الخضار الى غير ذلك. اذا خصنا اعاده النظر لمجموعه من الامور، وشكرا للموقع اورو مغرب، بارك الله فيكم، تقضوا خلي قائد كي